هذا البرنامج برعاية QNB. أسعدتم أوقاتا. إجمالي الأصول وموجودات البنوك العاملة في قطر ترتفع في الشهر يوليو تموز الماضي بنحو 11% إلى 1,600,000,000,000، هو الأعلى على الإطلاق، مدفوعا بارتفاع إجمالي القروض والائتمان المحلي وحتى الخارجي إلى 1,085,000,000,000 ريال قطري، منها قروض القطاع العام عند 324,000,000,000، أما قروض القطاع الخاص فهي تناهز 690,000,000,000 ريال. الودائع في الجهاز أو في البنوك العاملة في قطر ترتفع بنسبة 8% الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 878,000,000,000 قطري، منها 212,000,000,000 هي ودائع غير المقيمين، أيضا هي الأعلى على الإطلاق. السيولة المحلية أو معرض ذي المعروض النقدي ترتفع الشهر الماضي ب 6% على أساس سنوي إلى 588,000,000,000 ريال قطري، وتعتبر هي عبارة عن حاصل صافي موجودات المحلية وكذلك أيضا الموجودات الأجنبية. هناك عجز في صافي الموجودات الأجنبية ب 188,000,000,000 ريال قطري، وهو ناتج عن ارتفاع إجمالي المطلوبات على البنوك المحلية في قطر مقابل نظيرتها الأجنبية ب 560,000,000,000، أيضا هو الأعلى على الإطلاق. هذا الأسبوع نتائج أعمال الشركات في النصف الأول من هذا العام تتراجع بنحو 20%، تراجع أرباح 5 قطاعات. قطاع التأمين يسجل خسائر نتيجة خسائر قطر للتأمين، وبمفرده قطاع النقل يسجل ارتفاعا ب 5%، بينما المؤشر العام لبورصة قطر يرتفع بنحو 20% من تسجيل أول حالة في قطر، وهذا أمرا كان لافتا. صناعات قطر تستحوذ تقريبا على 25% من حصة قطر للبترول في شركة قافكو، بالتالي تصبح مالكة لها بقيمة $1,000,000,000. ومؤشر الإنتاج الصناعي في قطر يرتفع الشهر الماضي ب 17% مدعوما بارتفاع 7 مجموعات من قطاع الصناعات التحويلية. كانت هذه أبرز العناوين المشهورة. ابتدأ أهلا ومرحبا بكم. ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 10.16% على أساس سنوي إلى 1,603,000,000,000 ريال، مدفوعا بزيادة الائتمان المحلي بنسبة 12% وصولا إلى 1,012,000,000,000 ريال، وارتفاع الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي إلى نحو 83,000,000,000 ريال، فضلا عن نمو الاستثمارات المحلية إلى مستويات 185,000,000,000 ريال. نمت القروض والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك العاملة في قطر خلال شهر يوليو تموز الماضي بنسبة 10.17% على أساس سنوي إلى 1,085,000,000,000 ريال، ونمت قروض القطاع العام بنسبة 11.16% على أساس سنوي إلى 324,200,000,000 ريال، بينما ارتفعت التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 12.3% إلى نحو 689,000,000 ريال. ارتفعت ودائع البنوك في قطر خلال شهر يوليو الماضي إلى 878,000,000 ريال بزيادة سنوية نسبتها 7.19%، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي التي أشارت إلى زيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 7.18% على أساس سنوي إلى 212,000,000 ريال، ونمو ودائع القطاع الخاص إلى 391,600,000,000 ريال، وودائع القطاع العام إلى 274,500,000,000 ريال. استحوذت شركة صناعات قطر على حصة قطر للبترول البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو بقيمة $1,000,000,000 لتصبح صناعات قطر مالكا لكامل أسهم شركة قافكو. وفي إطار الصفقة
أبرمت شركة قافكو اتفاقية جديدة مع قطر للبترول لتوريد الغاز اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري حتى نهاية العام 2035 لتوفير كميات الغاز المطلوبة لجميع خطوط الإنتاج في شركة قافكو. قال بنك قطر الأول أنه استحوذ على مبنى فارسيتي برانز المقر الرئيسي لشركة بي اس ان سبورت العاملة في مجال تسويق وتصنيع وتوزيع الملابس والمعدات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 41 مليون دولار. وأفاد البنك أن الاستحواذ يعتبر الاستثمار الخامس للبنك في سوق العقارات الأمريكية وتم تجميعه بالكامل لعملاء البنك. أعلن مصرف الريان القطري عن تعيين مدراء مشتركين ومكلفين لترتيب إصدار شريحة جديدة من الصكوك غير المضمونة بموجب برنامج الثقة لإصدار ملياري الدولار. ووفقا لبيان صادر عن مصرف الريان فقد تم التوجيه لمدراء الإصدار الالتزام بمعايير حجم ثابت لمعدل العائد على الدولار لمدة 5 سنوات. تراجعت أرباح الشركات المدرجة أسهمها بنهاية النصف الأول من هذا العام وعددها 47 شركة بنسبة 19.7% إلى 15 مليار و 800 مليون ريال قطري. 5 قطاعات سجلت تراجعا في صافي أرباحها، على رأسها قطاع العقار، الخدمات، الصناعة، البنوك، تراجع ب 8%، بينما سجل قطاع التأمين تراجعا بل خسائر نتيجة تكبد شركة قطر للتأمين، خسائر بأكثر من 200 مليون ريال قطري وهي الشركة الأكبر في هذا القطاع، بينما قطاع النقل سجل ربحا ب 5% نمو نتيجة ارتفاع أرباح شركة ناقلات الغاز بأكثر من 15%. طبعا تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخارطة أرقام نتائج أعمال الشركات في النصف الأول من هذا العام نتابعها في سياق العرض التالي والتي ظهرت عليها بشكل أساسي عوارض جائحة كورونا. بالنسبة لنتائج أعمال الشركات القطرية في النصف الأول من هذا العام، تراجعات ب 19.7%. طبعا كورونا، عملية الإغلاق للاقتصاد، كلها كان لها تأثيرات في نتائج الأعمال. إذن النتائج تراجعت بالنسبة المئوية 19.7% بالأرقام 15 مليار و 800 مليون ريال. طبعا من ضمن هذه الأسباب إغلاق الاقتصاد الذي أثر على الإيرادات التشغيلية، وأيضا كانت هناك مخصصات إضافية والتي سوف نراها في القطاع المصرفي بشكل خاص. بالنسبة للقطاع المصرفي التراجعات كانت بحدود 8%، 11 مليار و 300 مليون ريال. كيو ان بي طبعا أكبر هذه المصارف، وكان قد أرباح الكيو ان بي هي تمثل 57% من أرباح القطاع، والذي تراجعت إذن أرباحه ب 13.3%. والقطاع المصرفي نفسه من القطاعات القيادية وهو يمثل 71% من إجمالي الأرباح. المخصصات التي تم تجنيبها في كيو ام بي تتجاوز المليار ريال. مصرف الريان حقق بعض الارتفاعات لكنها طفيفة بحدود النصف نقطة مئوية. بالنسبة لبنك قطر الأول كانت هناك خسائر أكثر من 300 مليون ريال أو بحدود 29% من رأس المال. لنذهب إلى البضائع والخدمات الاستهلاكية، كانت الخسائر أيضا قوية ب 63.4%. على مستوى قطاع سهم وقود أو شركة وقود، التراجع في الشركة بالنسبة لنتائج الأرباح ب 50%، لكن سهم شركة الميرا الارتفاعات إذن كانت قد وصلت لهذه الشركة ب 13%، والميرا إذن ارتفاع المبيعات والاستهلاك من ضمن الأمور التي أثرت. لكن كما رأينا بالنسبة لوقود الأمر مختلف فيما يتعلق بعملية التراجعات في أسعار النفط. بالنسبة للصناعة أيضا كانت تراجعات قوية ب 46.7%. كان هناك تراجع لسبع شركات، أقوى هذه الشركات صناعات قطر التراجعات 67%. الإسمنت مساعيد أيضا من الشركات التي سجلت تراجعات، مقابل ارتفاعات كانت قوية للخليج الدولية للخدمات ب 84.4%. بالنسبة لبقية القطاعات ونكمل مع قطاع التأمين، طبعا أكبر الشركات التأمين هي قطر للتأمين
التأمين الشركات تعرضت لتراجعات أو خسائر بأكثر من 200 مليون ريال، ولكن بالنسبة للقطاع بشكل عام التراجعات أيضا كانت قاسية 116%. بالنسبة لقطر للتأمين كان هناك ارتفاع في الطلبات أو في مستويات التعويضات، ارتفاع التعويضات كانت من ضمن الأمور التي أثرت على مستوى القطاع العقاري 27% مقدار التراجع في النصف الأول. بالنسبة لتفاصيل بعض هذه النتائج، بالنسبة لإزدان التراجع بأكثر أو بحدود 59%، ولكن بالنسبة لبروة كان هناك نتائج من الارتفاعات ب 15% بسبب إعادة التقييم وأيضا وجود أرباح غير مكررة بالنسبة لهذه الشركة. على مستوى الاتصالات هناك طبعا شركتين تكونان هذا القطاع، بالنسبة لقطاع الاتصالات منها أريدو التي تمثل 90% من أرباح القطاع، وأريدو أيضا تعرضت هذه الشركة لتراجعات ب 2.7%. تبقى طبعا تراجعات هذا القطاع هي من ضمن من تراجعات محدودة بسبب أن هذا القطاع ما يزال يعتبر كقطاع دفاعي، وتأثيراته تأثيرات كورونا كانت أقل على هذا القطاع. بالنسبة لفودافون بالعكس كان القطاع هذه الشركة قد سجلت ارتفاعات. بالنسبة للنقل ارتفاع ب 4.7%، وأيضا بالنسبة لناقلات والتي سجلت ارتفاعات ب 15.5%، وهي تشكل 57% من أرباح هذا القطاع. هذا الأسبوع أعزائي المشاهدين، المجموعة القطرية الإسلامية للتأمين توقع عقدا حصريا مع شركة أليانز العالمية للتأمين لتقديم خدمات التأمين الصحي. طبعا هذا العقد وما تضمنه وتفاصيل هذا العقد ونوعية الخدمات التي سوف تقدمها كنا قد التقينا لشرحها وتقديم عرض حولها السيد محمد الرئيس، وهو المدير التنفيذي للعمليات في المجموعة القطرية الإسلامية للتأمين. تحدث تفصيلا عن هذا الاتفاق وتأثيره على قطاع الخدمات التأمين الصحي في قطر في المرحلة المقبلة. الإسلامية للتأمين أو مجموعة الإسلامية للتأمين طبعا بتتميز بأنها شركة تكافلية، لأن يعني في بعض العملاء بيفضلوا دايما في التأمين أن هو المنح الإسلامي في التعامل، فهي حصرية مع أليانز، وطبعا دي لها مجالات كتيره لان طبعا هو بتقدم الدعم الفني والتقني والخدمات طبعا على مستوى العالم. طبعا شركات التامين الطبي بتعتمد على شركات اللي هي التي بي اي اللي هي الخدمات تقديم الخدمات الطبيه، فدي طبعا في داخل المحليه او اقليميه، انما طبعا بالنسبه للاليانس التحالف معها بيتيح الفرصه للعملاء بتوع الاسلاميه ان هم او حتى العملاء في قطر عموما ان هم تمتد خدماتهم في اي مكان في العالم. كذلك كيف ستنعكس هذه الاتفاقية على إيرادات المجموعة؟ حدثني عن الأثر المالي المتوقع، خاصة وأن الإيرادات المتأتية من قطاع التأمين الصحي متواضعة قياسا بأنواع التأمين الأخرى. هو المردود بتاعها بيجي طبعا هينعكس مستقبلا يمكن حتى على الشورت ران على المدى القريب، ليه؟ لأنه هو هيوسع دائرة العملاء، بالتالي طبعا بتزداد الاشتراكات أو الإقساط، فهو بالتالي ده زي ما انت قلت بتنعكس على المحفظه نفسها، ان العملاء لما يشوفوا طبعا ان في خدمات متاحه وانواع تامين خدمات كثيره متاحه لهم على مستوى العالم في اي طبعا في حتى في اي مكان، الخدمه الطبيه اقتضت ان تمتد الخدمه الطبيه بره 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 النطاق الاقليمي، فهو بتلاقي الشركه، فهو ده يمكن ينعكس على الاجمالي البورتفوليو اجمالي المحفظه بتاعت الميديكال. فبالتالي يعني حسب قانون الاعداد الكبيره كلما زاد العدد تمام ده بينعكس برضو على معدل الخسائر، وبالتالي برضو بيدي ايراد مستقبلي للشركه يعني. كذلك كيف ستستفيد المجموعه من هذه الاتفاقيه اتجاه تطوير الخبرات لديها من اجل التحضير لقانون التامين الصحي في قطر المتوقع ان يعود في مرحله قادمه؟ هو طبعا هيفيدنا على نطاقين او في مجالين. المجال الاول طبعا هو زياده التجربة التقنية بالنسبة للموظف الشركة طبعا، لأن هو الانعكاس أو التعامل مع شركة تأمين ضخمة زي أليانز طبعا خبرات غير محدودة، إمكانيات توسع انتشار، زيادة تجارب تراكمية في الفرع التأمين الصحي، فبالتالي تنعكس على تجربة عندنا في الموظفين نفسهم، بتزداد خبرتهم بالتعامل المباشر مع الناس دي اللي هم الناس التقنيين او الاندر رايترز اللي شغالين بتوع الاكتتاب وبتوع الكليمز، فبتتعامل معاهم فبتزداد خبرتهم.
نمرة اثنين طبعا بتنعكس على زي ما قلت لك هو على المستوى البعيد لما يجي يطبق منظومة التأمين الصحي. طبعا هو بالنسبة للكورونا يمكن عطلت حاجات كتير، إنما هو لما تيجي يطبق منظومة التأمين الصحي هيتلاقوا فيها طبعا في شريك موجود ممكن يمد الخبرة وممكن يفيد الجماعة اللي هم بيطبقوا المنظومة التأمين الصحي المستقبلية بالنسبة للمواطنين والمقيمين، لأن طبعا هتغطي الشريحة كلها يعني. السيولة المحلية أو ما يعرف بالمعروض النقدي الام 2 يسجل ارتفاعا بأكثر من 6% الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 588 مليار ريال. طبعا السيولة المحلية هو ناتج طرح صافي الموجودات المحلية من صافي الموجودات الأجنبية. صافي الموجودات الأجنبية زاد عزها ب 45% الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 188 مليار، وذلك نتيجة ارتفاع حجم المطلوبات على البنوك العاملة في قطر لدى نظيراتها في الخارج إلى 560 مليار ريال قطري. أما إجمالي الاحتياطي النقد الدولي لقطر والاحتياطيات الرسمية ارتفعت بنحو 3.5% إلى 56 مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة لزيارة استثمارات قطر في سندات الخزانة الأجنبية وزيارة حيازتها من الذهب الشهر الماضي. تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخريطة المسح النقدي والمالي لقطر الشهر الماضي نستعرضه وإياكم. باقونا معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من عين على قطر، فاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة تفاصيلها، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB. هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، متابعة للقسم الثاني من حلقة عين على قطر. بحسب أرقام جهاز التخطيط والإحصاء القطري، مؤشر القياسي للإنتاج الصناعي في قطر يرتفع في يونيو حزيران الماضي ب 17% على أساس سنوي و 16% على أساس شهري، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع 7 مجموعات في قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع الإنتاج في قطاع الكهرباء والماء، خلافا لقطاع التعدين الذي تراجع ب 21% نتيجة تراجع الإنتاج في قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال مقابل ارتفاع المجموعات المتبقية في الصناعات الاستخراجية. تفاصيل أكثر فيما يتعلق بأرقام هذا المؤشر في سياق التقرير التالي. الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر يسجل ارتفاعا في يونيو الماضي بنسبة 17% على أساس شهري وينخفض ب 16% على أساس سنوي مسجلا 104.9 نقطة وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري. قطاع التعدين بأهمية نسبية قدرها 84% من المؤشر القياسي ينخفض بنسبة 21% بتأثير من الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها مقابل ارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.6%.
قطاع الصناعة التحويلية يرتفع في يونيو بنسبة 9.18% على أساس شهري كمحصلة لارتفاع الإنتاج في 7 مجموعات تتقدمها الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 28%، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية وصناعة المشروبات ومجموعتي صناعة منتجات المطاط واللدائن وصناعة الفلزات القاعدية وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1%. قطاع الكهرباء يرتفع بإنتاجه في يونيو 2020 والشهر الذي سبق بنسبة 18.17%، بينما تراجع بنسبة 3.19% على أساس سنوي، وكذلك قطاع الماء الذي ارتفع بنسبة 4.17% على أساس شهري نتيجة زيادة الطلب والاستهلاك. نحو 7 سنوات من التحضير والتجهيز والترتيب لإصدار قانون العلامة التجارية، هذا القانون يرى النور ويدخل حيز التنفيذ. شركة الحديد القطرية أولى الشركات التي تحصل على علامة الجودة القطرية، هذا ما سوف أناقشه مع ضيفي لهذا الأسبوع السيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للاستشارات والجودة. تأخر القانون ولكنه أخيرا صدر. القيمة المضافة لهذا القانون أستاذ محمد بالنسبة للمنتج القطري؟ طبعا علامة الجودة تعطي تأكيد من طرف حكومي رسمي بأن هذا المنتج للشركة الفلانية يتبع المواصفة الفلانية وأنه مطابق لهذه المواصفة، وهذا تأكيد على جودة المنتج حقيقة. كما يعطي هذه العلامة الحق لهيئة المواصفات والمقاييس أو من يمثلها التدقيق في متى شاءت بشكل منتظم بشكل مفاجئ أيضا على هذه المنتجات سواء في السوق أو في داخل المؤسسة. والقرار الوزاري اللي صدر فيه تعليمات حقيقة وخطوات محددة لهذا الموضوع. على المستوى المحلي طبعا ستحتل هذه المنتج، يعني خلنا نفترض ألبان أو حديد أو غيره من المنتجات الصناعية، سيحتل مكانة يعني مرموقة أو مقدرة معتبر لها قيمة معتبرة. هذا جانب. جانب ثاني أنه كل شهادة يجب من دولة أخرى تبادل الاعتراف عشان تكون أيضا لها قيمة عند التصدير، وبالتالي تعطيك مجال للسلع المراد تصديرها إلى الخارج. فهذا طبعا يعطيك مساحة من القدرة على المنافسة ومن الإمكانية ومن تأكد من جودة السلع. يعني علامة الجودة القطرية هل تغني عن علامة الجودة العالمية والأيزو مثلا؟ هو طبعا صار فترة طويلة في خلط في الأمرين. أنظمة الأيزو كلها لأنظمة العمل هي وليس للسلع. علامة الجودة هي للسلع والمنتجات المختلفة، يعني سواء منتجات صناعية أو زراعية أو غيرها أو كذا. فبالتالي هذين الأمرين مختلفين، ولكن هذين الأمرين يعملان في نفس الاتجاه، بمعنى أنت أحيانا محتاج إلى نظام عمل جيد إذا عندك علامة جودة، لأن شو اللي يضمن لك أن خط الإنتاج بيصير بدقة معينة؟ شو اللي يضمن لك أن موظفينك سيلتزمون بالمتطلبات لهذا المطلوبة لقيام للإنتاج بهذه الطريقة؟ علامة الجودة القطرية تتم مراجعتها، هل هي على درجة واحدة أم على أكثر من درجة؟ حسب ما قرينا في القرار هي درجة واحدة، لكن والمراجعة عليها تتم بشكل دوري ومفاجئ. وطبعا أنظمة الأيزو أكيد تابعة للمنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، أما شهادات الجودة فهي تصدر، علامة الجودة آسف، تصدر من هيئة المواصفات في أي بلد من البلدان. بتقديرك الضوابط والمطلوبات للحصول على علامة الجودة القطرية يجب أن تكون صارمة أم من المرونة بمكان بحيث تتسع دائرة الحاصلين عليها؟ لا، هي يجب أن ما تكون من المرونة بمكان، لأن أنا فهمت المرونة يعني السهولة، زين لا، هي فيها متطلبات
يجب الالتزام بها، أن الشركة هذه يجب أن تلتزم بمواصفة محددة صادرة من المواصفات القطرية. الجانب الثاني أن يكون لديهم خطة للإنتاج والالتزام بجودة المنتج، يعني مش اليوم أنا أشتري المنتج الفلاني وأقول والله رائع ولا مذاقه ممتاز ولا كذا، واليوم الثاني ألقاه مختلف بشكل آخر رغم أنه يحمل نفس الاسم التجاري وكذا. فأنت بشيء منتظم دائما، لذلك هناك في خطة عمل، في مختبر يجب أن يتواجد في هذه المنشأة في هذا المصنع، مختبر ليتأكد من جودة المنتجات. ممكن يسمح، طبعا القرار قال يسمح في السنة الأولى أن الاستعانة بمختبر خارجي، لكن بعد ذلك يجب أن يكون في مختبر يتأكد من جودة هذا المنتج في الداخل. السيد محمد صالح الكواري، رئيس مركز الخليج للاستشارات والجودة، أشكرك سيدي، شكرا جزيلا، كنت معنا في سي ام بي سي عربي. وأنتم أعزائي المشاهدين، بهذا اللقاء تكون حلقتنا قد وصلت إلى آخر محطاتها. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية QNB.